أعطيت إذن انطلاقات سباق 800 متر الخاص بالناشئين كوكب هائلة من المتسابقين من السواعد الكبرى من أبطال المستقبل في سباق 800 متر. 100 متر الأولى الآن الصراع لانتزاع صدارة الترتيب والتقدم وحجز المقاعد الأولى قبل اللفة الأخيرة والتي ستكون ملتهبة. المشاركون إذن في هذه المسابقة من المغرب، من الأردن، من الجزائر، من قطر، من السعودية ومن الإمارات واليمن وسلطنة عمان. تقدم أول المشاركين، نصفق لهم بحرارة يزداد الحماس. الصدرية 161 الآن يتقدم المشاركين. أسامة سعدان من اليمن، أسامة سعدان من اليمن، وهناك أيضا من قطر إبراهيم حيض. يجتمع المتسابقون مرة أخرى، الجميع يسعى لانتزاع صدارة الترتيب. قطر الآن، إبراهيم حيدر يحاول انتزاع المركز الأول، مزاحمة أيضا من القميص المغربي، هناك أيضا حضور جزائري في صدارة الترتيب. إذن من سيفوز ويتوج بهذا السباق 250 متر؟ أكيد سنشاهد سرعة نهائية كبيرة بين رباعي وخماسي المقدمة بالخصوص. ندخل الآن في اللحظات الأخيرة، آخر 150 متر. الصدر الآن مغربيان في الصدارة، قطر في المركز الثاني. من سيفوز؟ نصفق بحرارة ونشجع المشاركين. الصدرية رقم 99 عماد بجدة من المغرب، وهناك أيضا لجريني محمد قطر. هناك أيضا محاولة من طرف بارود من المعاد من الجزائر، إذا ذهبية للمغرب فضية والجزائر في المركز الثالث. سباق جميل، كانت الصدارة لليمن في البداية في اللفة الأولى، وفي اللفة الأخيرة حسمت الأمور لصالح المغرب ذهبية وفضية والجزائر في المركز الثالث. على بركة الله سنشرع بعد قليل في تتويج المشاركين.